سنكشف اليوم عن بعض أسرار الوجبات السريعة. حتى الآن تعلمنا جميعاً أننا لا نحصل أبداً على الطعام نفسه الذي نراه في الإعلانات، ولكن هناك الكثير من الأشياء التي يجب معرفتها حول كيفية قيام شركات الوجبات السريعة بجعلنا نشتري تلك الأشياء. يبدو الأمر كما لو أنهم يرتبون عقلك: لقد رأيت شيئاً لذيذاً أحصل عليه لي في أسرع وقت ممكن. تخيل دخول قاعة طعام وشم رائحة كل هذا الطعام اللذيذ، وبينما تمشي تبرز الرائحة أكثر وأكثر. سينابون مخبوزة طازجة، نعم يخبزونها، لكن الرائحة التي تصل إلى أنفك لا تأتي مباشرة من الفرن. تضع سلاسل مخابز سينابون أفرانها بالقرب من بابها الأمامي لجذب العملاء. هذه الرائحة لا تأتي فقط من الفرن، يقوم الموظفون بتسخين صفائح الخبز مع رش القرفة والسكر البني للحفاظ على الرائحة الحلوة في الهواء طوال اليوم. تجعلك هذه الروائح تشعر بالجوع على الرغم من أن معدتك ليست فارغة. اسمحوا لي أن أقدم لكم التسويق بالروائح. الهدف هنا هو جعل المنتجات لا تقاوم. هل لاحظت الرائحة الفريدة للبطاطس المقرمشة من ماكدونالدز؟ إنها الرائحة نفسها في جميع المتاجر في جميع أنحاء العالم. هذه استراتيجية مخطط لها مسبقا. تشم هذه الروائح ويزيد جسمك من إنتاج هرمون الجريلين. بالمناسبة الجريلين هو هرمون الجوع، معدتك تنتجه، لذا نعم هذه الروائح يمكن أن تحفز شهيتك. هناك استراتيجية أخرى لجذب العملاء وهي استخدام قوة الألوان، كما أنها تزيد من شهيتك. فكر في أشهر شعارات مطاعم الوجبات السريعة والألوان المستخدمة بالداخل وفي علامتها التجارية. يمكن أن تتغير الشعارات أو الرموز أو الوجبات، لكن جميع سلاسل الوجبات السريعة المعروفة تقريبا تتماشى مع لوحة ألوان مماثلة. هذا ليس من قبيل الصدفة، أثبتت الأبحاث أن هذه الألوان الدافئة تنشط جوعك كما أنها تجذب انتباهك. فكر في الأمر كإشارة مرور أو علامة توقف تريدك نوعا ما أن تتوقف. في الماضي كان الناس يحرقون سعرات حرارية كثيرة للعثور على الطعام. هل ستصطاد بعض الحيوانات وتجمع بعض الأعشاب؟ لا، ما عليك سوى الدخول إلى مقهى قاب قوسين أو أدنى للحصول على طعامك في غضون 5 دقائق. ونظرا لأن هذا الطعام ليس باهظ الثمن ويتم تقديمه بسرعة، فإن نظام المكافأة في عقلك يفضله. الراحة أيضا تسبب الإدمان مثل السكر، تدرك العلامات التجارية هذا. ما يقودنا إلى الحقيقة التالية: تعرف الشركات كيف تعمل أدمغتنا وتتلاعب بها. إذا تم سؤالك عما إذا كنت ترغب في الحصول على حجم أكبر من البطاطس المقلية أو المشروب، فمن المحتمل أنك ستقول نعم. تكسب كل علامة تجارية ملايين الدولارات فقط من خلال تكبير حجم القوائم. على سبيل المثال يكلف الحجم أقل، ولكن عفوا لقد أنفقت للتو أكثر مما كنت تقصده. يعد تنسيق التسعير وقائمة الدولار الواحد جزءا من هذه الخدعة أيضا. ترى الأرقام المعلنة عنها كفقط 5.89؟ إنها تقريبا 6، لكن عقلك يربطها بالرقم 5 لأنك ترى 5 مكتوبة هناك وليس 6. بالإضافة إلى ذلك تكون علامات العملة أحيانا صغيرة ويصعب قراءتها. تذهب للحصول على خيار حسب طلبك، لكن يتم وضعها على الجانبين، وينتهي الأمر بشراء وجبات الطعام ذات القيمة الإضافية. عندما تنظر إلى الأسعار يتحكم مكان في دماغك يسمى القشرة الأمامية المدارية. تظهر الأبحاث أنه عندما يشتري الشخص شيئا مع العلم أن هناك صفقة أفضل بين الخيارات، فإن نشاط الدماغ يظهر علامات الألم. هناك عرض جيد، لكن إذا قبلته سينتهي بك الأمر بتناول المزيد من الطعام. ربما تريد فقط شراء برجر وينتهي بك الأمر مع بطاطس ومشروب. من ناحية أخرى من الجيد أن تكون هذه هي نيتك طوال الوقت، لا يمكنني المجادلة في ذلك. هل تعلم أن البرجر الخاص بك ملفوف بورق مقاوم للدهون؟ هذا يعني أن هذا الورق قد يحتوي على مواد كيميائية ضارة. اختبر الباحثون عينات مأخوذة من 400 حاوية وأغلفة من سلاسل طعام الوجبات السريعة. اكتشفوا أن 38% من أغلفة الساندويتشات والبرجر تحتوي على مادة الفلور، وهي مادة سامة إلى حد ما، وهي ليست مجرد أغلفة شطيرة وبرجر. ووجدوا أيضا أن 56% من أغلفة الحلوى والخبز و 20% من أغلفة البطاطس المقلية تحتوي على الفلور. لذلك للأسف ليس فقط الوجبات السريعة،
ولكن عبواتها أيضا يمكن أن تكون ضارة. ها هي خدعة أخرى. عندما تكون في طريقك للحصول على وجبة خفيفة من السيارة، ستتعرف الأجهزة على لوحة الترخيص الخاصة بك، وبناء على مشترياتك السابقة ستومض خيارات مماثلة أمامك. شيء آخر عن السيارات هو أنهم يضعون الكاميرات هناك، في بعض الأحيان تتحدث فقط من خلال الجرس. لا يمكنك رؤية الموظفين، لكن احذر، يمكنهم رؤيتك في بعض السلاسل. يستخدم هؤلاء أجهزة مثل أجهزة الاستشعار المغناطيسية لملاحظة المركبات، ثم يتم إخطار الموظفين عبر سماعاتهم، يضغطون على زر خاص لتفعيل ميكروفوناتهم. بدون أجهزة استشعار وكاميرات ونوافذ، كيف يمكنهم رؤيتك قادما؟ إنهم ليسوا سحرة. على الرغم من ذلك لا تقلق كثيرا، ربما لا يهتم الموظفون بما تفعله، أعني لديهم ملايين الأشياء الأخرى ليقوموا بها بدلا من ذلك. لنفترض أنك تحصل على برجر من السيارة، لديك لحم مشوي فيه، انتظر دقيقة. هل هو حقا مشوي؟ أخبار مروعة، يضيفون أشياء أخرى، نوعا من الصلصة بنكهة مشوية إلى اللحم، ويصنعون خطوط الشواء المزيفة عليه. لا يمكنهم شواء اللحوم في مثل هذا الوقت القصير، لكن الناس يحبون هذا المظهر، لذلك يذهبون مع هذا الخيار. بالحديث عن التزييف، يتم معالجة الوجبات السريعة بشكل كبير، أعني أن النكهة الموجودة في البرجر والناجتس غالبا ما تختفي في عملية الطهو من مستوى المعالجة. ولتعويض ذلك تقوم الشركات بإضافة مواد كيميائية خاصة لإعطاء الطعام مذاقا ورائحة مميزة. في وقت سابق تحدثنا عن الحيل التي تستخدمها الشركات في قيادة السيارات، حان الوقت للكشف عن أسرار أكشاك الخدمة الذاتية. أنت تميل إلى إنفاق المزيد عندما تطلب طعامك عبر هذه الأكشاك. تتوقع المطاعم أنك ستنفق حوالي 20% أكثر. تم تصميم النظام في هذه الأكشاك لزيادة البيع. يطرح الموظفون عليك أسئلة، ولكن أثناء استخدام كشك الخدمة الذاتية لا تشعر بالاندفاع، أو ربما يتم الحكم عليك بناء على طلبك وخياراتك. تم رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد إحدى سلاسل الوجبات السريعة لسندويتشات التونة. اتضح أن المكون المعلن عنه على أنه تونة لا يحتوي على أي تونة. تم استنتاج ذلك من خلال اختبارات أجريت في مختبرات مستقلة مع عينات متعددة مأخوذة من هذه السلسلة في كاليفورنيا. قالت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة إن المزاعم لا تعكس الحقيقة، لذلك علينا أن ننتظر ونرى. ها هي حقيقة حول قطع الناجتس هنا، وقد تم إثباتها بالفعل. قد يكون من الصعب هضم هذا النوع، لكنه غالبا لا يحتوي على دجاج. اختبرها العلماء وما وجدوه غالبا ما يكون 50% فقط من اللحوم. على ما يبدو هناك شيء، نوع من العملية يسمى اللحم المنفصل ميكانيكيا، والمنتج المتبقي يأتي من هناك. هل تتخيل تناول بليزرد أو كون أو بيرفيت من ديري كوين؟ لا أحد يستطيع أن يمنعك، لكن يجب أن تعلم أن ما تأكله من الناحية التقنية ليس مثلجات. منتجات ديري كوين اللينة تحتوي على 5% دهن حليب. تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن المنتج يجب أن يحتوي على 10% على الأقل من دهون الحليب ليتم اعتباره آيس كريم، لكن الشركة لا تحتفظ بهذه الحقيقة لنفسها، إنه مكتوب على موقعها على الإنترنت. ماذا عن كوبونات الخصم أو المنتجات المجانية؟ كل هذا جزء من الخطة. يذهب بعض الناس إلى المطاعم بقسائم شراء ويفكرون، قد أحصل أيضا على هذا أو ذاك لأنني هنا بالفعل. معظمهم يشترون شيئا آخر، وغالبا ما يكون العنصر الذي يشترونه أغلى من العنصر المجاني الموجود في قسيمتهم. في بعض الأحيان يرغب الناس في اتباع خيارات صحية في سلاسل الوجبات السريعة. قد يفوتهم فكرة أن الصحة قد لا تكون صحية في نهاية اليوم إذا طلب الشخص سلطة دجاج مقلي. قد ينتهي بهم الأمر بالحصول على سعرات حرارية أكثر مما قد يحصلون عليه من البرجر. علاوة على ذلك، غالبا ما تكون الخيارات الصحية أكثر تكلفة مقارنة بالعناصر العادية. على أي حال، هذه قائمة مطولة. في النهاية صناعة الوجبات السريعة صناعة ضخمة، نحن نتحدث عن مليارات الدولارات. ربما لهذا السبب يحتوي على الكثير والكثير من الأسرار وراء الكواليس. حسنا، لقد تحدثنا عن كل هذا، والآن أريد أن أطلب برجر.